فبراير اللي فات دخل في الاضراب عن العمل ما يزيد عن ربع مليون عامل في شركات النسيج وفي البريد وفي الطرق والكباري وفي النقل العام والاطباء والتمريض. يعني لما احصينا عدد العمال اللي دخلوا في اضرابات بالفعل في اقل من شهر كان عددهم ربع مليون، وده عدد ضخم جدا، مش بس من حيث ان هو عدد ضخم، لا كمان الظروف اللي تمت فيها الاضرابات ديت. من ربع مليون عامل عملوا اضرابات في ظل مش حدا فاكر هو ده الاول. كنت بقول انه من اول فبراير خلال شهر فبراير اللي فات دخل في الاضراب عن العمل في مصر ما يزيد على ربع مليون عامل في قطاعات مختلفه، في الغزل والنسيج وفي النقل العام والبريد والاطباء وشركات شركه الطرق والكباري وشركات كتير في القطاع الخاص بالمدن الصناعيه الجديده. العدد دوت مش بس كبير، لكن الظرف اللي تم فيه الاضرابات ديت واللي بتهيمن فيه اجهزه الدوله الاعلاميه وبتخون اي حد يعارض الدوله وبتدي الاولويه لمواجهه الارهاب، يخلي العدد دوت اكبر بكتير حتى من حجمه، ويخلي جرأه اكتر من ربع مليون عامل ليها قيمه اكبر بكتير جدا من الشكل اللي تقدمت بيه. الاضرابات ديت موجة الاضرابات ديت ادت بالفعل لاقاله حكومه الببلاوي، ويعني دي كانت صدفه غريبه ان حكومه الببلاوي هي الحكومه اللي اقرت الحد الادنى للاجور اللي كان بيطالب بيه العمال، وان الاضرابات دي بالذات حصلت بسبب الطريقه اللي اتطبق بيها الحد الادنى للاجور واللي تم بيها استبعاد العاملين في قطاع الاعمال والهيئات الاقتصاديه والعاملين في القطاع الخاص، واللي هم زادت عليهم الاسعار بسبب الحد الادنى للاجور. اي قرار بعلاوه او بزياده في الاجور في مصر بيليه على طول ارتفاع في الاسعار، فاللي ما قبضش الحد الادنى للاجور ارتفعت عليه الاسعار، فكانه صدر قرار بتخفيض اجره الفعلي، يعني بقى الحاجات اللي ينفع اللي كان ينفع يشتريها ما بقاش بينفع يشتريها. القرار لانه كان قرار سياسي بالدرجه الاولى، وسياسي بمعنى ان هو كان هدفه خلق شعبيه للحكومه وخلق شعبيه لبعض الرموز والتمهيد للانتخابات الرئاسيه، ادى لانه يبقى قرار مشوه ونتائجه تبقى عكسيه بالشكل ده. بعد اقاله حكومه المبلاوي جت حكومه ابراهيم محلب، وجت على حركه عماليه صعبه القوه، وكان المنطقي انه تبتدي تبقى مرنه شويه مع الحركه العماليه. العكس تماما، اول ما جت حكومه الببلاوي تم القبض على عمال البريد. اول ما جت حكومه ابراهيم محلب تم القبض على العمال، وتم توجيه خطابات للعمال بالصبر والتقشف وما تقولش ايه بيتنا مصر ومحدش هياخد حاجه دلوقتي، ونفس الخطاب دوت كان جنبه على طول الخطابات اللي بتقول ان احنا هنعمل كل التسهيلات عشان نجذب المستثمرين، انه هنقسط العقود اللي بتبرم بين المستثمرين والدوله عشان لو فيها اي فساد يتم حمايتها من القضاء. فكان في تناقض اللي هو التناقض اللي طول الوقت بين الخطاب الموجه للعمال والخطاب الموجه للمستثمرين. بس في حاجه مش مفهومه هنا، ازاي حركه عماليه بالقوه ديت تبقى نتيجتها ان تقبض على العمال؟ ليه الحركه العماليه بتبقى قويه وصاعده جدا ومع ذلك الدوله ما بتقدمش تنازلات ليها وتقمعها وما بتجنيش الثمار بتاعتها؟ وديت كانت حاجه تاريخيه طول تاريخ الحركه العماليه في مصر، كان في مشكله ما بين حجم الحركه وقوتها وتاثيرها ونتائجها. يعني على سبيل المثال وتاريخ ابعد من التاريخ حتى اللي احنا ممكن نتصوره، في ثوره 19 العمال لعبوا دور مهم جدا في الثوره، خصوصا عمال الميه والنور والترمايه. وساندوا الثوره بشده، اول حاجه عملتها حكومه الوفد اللي هي حكومه الثوره انها حلت اتحاد العمال. في 52 عمال كفر الدوار عملوا اضراب علشان يرفعوا الاجور، وكانوا بيهتفوا للضباط الاحرار وكانوا بيأيدوا الثوره، واول حاجه عملها الضباط الاحرار
ان هم عملوا حكم عسكري للعمال المضروبين وحكموا بالاعدام على اثنين من العمال. في ثوره يناير في تقديرات بتقول انه 70% من شهداء الثوره من العمال. 700,500 وقف. قبل ثورة 25 يناير. مش بس 7,500 وقفة، إن خلال ثورة يناير نفسها ماشي عمال روزالي يوسف أعلنوا بانضمام للثورة وطردوا كرم جبر وعبد الله كمال وأعلنوا انضمام مطالب الثورة، ويشهد الراجل بتاع روزالي يوسف أول مرة في مصر الثورة يعني تراجم رئيس مجلس الإدارة كان يوم 8 عمال الجامعة العمالية احتجزوا نائب رئيس اتحاد العمال اللي هو من قيادات الحزب الوطني واعلنوا اضرابه للانضمام للثوره، عمال السويس للاسمده، عمال السويس للصوم، عدد كبير جدا من عمال المواقع العماليه اعلنوا اضراب بعضهم لمطالب، وعدد كبير منهم اعلنوا الانضمام للثوره. وكان ده احد اهم الاسباب اللي اسقطت مبارك في نهايه الامر، ان البلد بقت كلها واقفه، بقى في اضراب عام في البلد. وعدد المصابين حسب الاحصائيات بتاعه جمعيه مصابي الثوره، عدد المصابين من العمال نسبتهم يوصل لاكثر من 80% من مصابي الثوره. يعني الحركه العماليه لعبت دور مهم جدا في التمهيد لثوره يناير زي ما بيقول الزميل، وخلال ثوره يناير ودفعت ضريبه الدم في الثوره. وكان اول اجراء خده المجلس العسكري بعد الثوره ان هو اصدر مرسوم بقانون يجرم الاضرابات ويحول العمال للمحاكم العسكريه، وبعد ما صدر القانون ده تم فض اعتصام العمال من قدام مجلس الشعب والقبض على العمال واحد من المحاكم العسكريه. في حاجه دايما بتخلي انه قوه الحركه العماليه وحجمها ما بيترجمش في اثار ونتائج مباشره، رغم ان هي بتبذل مجهود كبير جدا، الحركه العماليه بتبذل جهد كبير جدا وبتقدر تضغط بشده، الا انها ما بتجنيش الثمار بتاعه الضغط، يعني تقدر تطيح بانظمه بس مش قادره تطلع قانون الحريات المقابله، مش قادره تطلع قانون بالحد الادنى. الازمه من وجهه نظري في الموضوع ده هو التنظيم، انه الحركه العماليه حتى اليوم ملهاش تنظيم، لا تنظيم سياسي ولا تنظيم مقابر، انه مفيش حزب سياسي بيمثل الحركه العماليه رغم كل الدعاءات، رغم ان في امانه عمال في كل حزب موجود، ولا رغم انه حقوق العمال والعداله الاجتماعيه موجوده في برامج كل الاحزاب، الا انه مفيش حزب حقيقي بيمثل الحركه العماليه. الحركه العماليه ما انتجتش لسه التمثيل السياسي ولا تمثيل نقابي ولا تنظيم نقابي للحركه العماليه. يمكن كان بدا بعد موجه الاضرابات اللي قبل الثوره تظهر الحركه النقابيه المستقله من 2008 وتتشكل، تبتدي تشكل نقابات مستقله عن الدوله. طول الوقت من سنه 57 سيطر اتحاد العمال الرسمي على الحركه العماليه، وبقى هو اللي بيحتكر العمل النقابي في مصر. 2008 حصل شرخ في الاحتكار دوت. بدات يعني ظهرت، مش عايز اطول، ظهرت اول نقابه مستقله وطلعها نقابات ثانيه، وبقى في فرصه حقيقيه لانه يبقى في تمثيل نقابي حقيقي، تنظيم نقابي حقيقي يدير الحركه العماليه مش مهم ويقودها ويقدر يجني الثمار. اللي حصل انه لاعتبارات كتيره، اولا نقص الخبرات التنظيميه في الحركه النقابيه المستقله الجديده، المقاومه والتخريب اللي تعرضت ليها من خارجها، ظهور تنافس داخلي وصراع، ويعني دي حاجه لازم نتكلم فيها بصراحه، داخل حركه النقابات المستقله والصراع على الهيمنه ما بين اطراف مختلفه سواء اطراف سياسيه او اطراف حقوقيه، ادت لان هي ما تقدرش تتطور كفايه حتى اليوم، وارجو ان دوت يتغير، انها تبقى هي التنظيم الممثل للحركه العماليه نقابيا واللي قادر يقودها. غياب التنظيم دوت بيهدد انه طول الوقت الحركه العماليه تطلع لفوق قوي وتنزل تاني، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، ماشي، بدون ما تحقق تقدم حقيقي. في تقدم بيحصل بالفعل، يعني النهارده مثلا
غير التسعينات، لكن ما كانش التقدم ده ابدا متناسب مع حجم الحركه العماليه. الملايين اللي شاركت في الحركه العماليه من سنه 2006 لغايه النهارده، في احصاءات معموله انه من 2006 ل 2009 بس 2 مليون عامل في ظل قانون الطوارئ وفي ظل حكم مبارك شاركوا في اضرابات، وده رقم ضخم في اي دوله. وبلد زي مصر، بلد بتهيمن عليها السلطه الامنيه، بيبقى رقم ضخم جدا. ومع ذلك ما تحقق الحركه العماليه لا يتناسب بالمره مع الجهد اللي بذلته. النهارده بعد ربع مليون عامل دخلوا في الاضرابات، اولا ما تحركش الموضوع الحد الادنى. المطلب الرئيسي اللي اتحرك عشانه اغلب الربع مليون، كان في مطالب ثانيه بس المطلب الرئيسي اللي رفعه الربع مليون عامل ما حصلش تحرك حقيقي فيه. بدات الدوله تستخدم وسائل امنيه كانت عاجزه عن استخدامها قبل كده، زي ما قال هشام الاعتقالات من البيوت وحصار العمال في السويس ومنع الاكل والمية والنور والادويه عنهم، التهديدات والفصل، واستعانه رجال الاعمال زي ابو العينين بالجيش عشان يفض الاضرابات بتاعته، يجبر الناس على الاستقاله. كنا متوقعين انه الحركه اللي حصلت في فبراير تنقل الحركه العماليه ومطالب العمال والمال، لكن واضح ان قدامنا مشكله لازم تتحل، مشكله التنظيم العمالي. انه ما لم يبقى فيه تنظيم نقابي ممثل للعمال وبيقود حركتهم على المستوى القومي، هتفضل يعني ما تنجزه الحركه العماليه اقل بكتير جدا من امكانياتها. احنا داخلين على مرحله في منتهى الخطوره، الثوره المضاده بتحقق انتصارات متتاليه، قائد الثوره المضاده بيستعد لاستلام السلطه رسميا، هو مستلمها كده بس يعني رسميا، بما يعني انه الثوره المضاده هتبتدي تستعيد النظام القديم، وهتحاول اي مكاسب احرزتها الجماهير سواء عمال او طلبه او اي قطاعات شعبيه، اي مكاسب قدرت الجماهير تاخدها الفتره اللي فاتت هتحاول تستردها تاني، هتحاول تستردها بكل الاساليب الاكثر اجراما ودمويه، زي ما شفنا اللي بيحصل مع الحركه الطلابيه. وما لم تستعد الجماهير بقدراتها التنظيميه الذاتيه، فالثوره المضاده هتفضل تحقق انتصارات.